الأستاذي خبرنا عن تحضيراتكم للمهرجان. احنا اليوم في افتتاح مهرجان الفيلم العربي عمان، الدورة الثالثة للمهرجان. كانت التحضيرات جرت من عدة شهور بالاتصال مع المخرجين، بالترتيب حتى مع أصحاب حقوق الأفلام، والترويج للمهرجان بكافة القنوات، إن كان على الإنترنت السوشيال ميديا أو حتى الأشياء المطبوعة وتوزيعها. هاي الدورة من المهرجان تتميز عن الدورات السابقة بعدد الأفلام. فهاي السنة عندنا حوالي 8 أفلام، 2 منهم أردنيين و 6 أفلام من دول مختلفة. عندنا فيلم من المغرب، عندنا فيلم من لبنان. الزلمة كيف الولد؟ لا تقول ولد. أنت اللي حكيتي ولد. أنا بقول لي بدية. بعدين شو عرفك إذا الرنة دولية ولا لا؟ ولا حضرتك مهندس اتصالات كمان وأنا مش عارفة؟ لا مش مهندس اتصالات، بس مش غلط تتأكد. بس لما أتأكد من قصتك بالأول؟ إذا تأكدتي وطلعت صح، إذا طلعت كل قصتي مظبوطة، شو بتعملي؟ معنا خالد الغويري. خالد، خبرني شو الأفلام اللي شاركت فيها بهذا المهرجان؟ شاركين بفيلمين، فيلم إسماعيل وفيلم على مد البصر. هلا احنا نعرف فيلم اسماعيل هو مبني على قصه واقعيه وعلى شخصيه واقعيه، فكان في صعوبه انك تاخذ او تعرف كيف كانت هاي الشخصيه تتعامل، وشو شو استعملت، شو السبل اللي استعملتها؟ بصراحه كل الشخصيات اللي بتحكي عن شخصيات رئيسيه هي صعبه، يعني انه لازم ترجع تدقق تشوف تصرفاته، خصوصا اذا كان في حدا يعني موجود من اهله او من اصدقائه بيعرفوا كيف كان يتعامل. المشكله الرئيسيه لاسماعيل كانت انه زوجته موجوده واخوانه موجودين يعني. والحمد لله حبوا الفيلم كثير. طبعا رجعت لمجموعه اشياء، كاتب النص كان صديقه لاسماعيل، فانه اعطاني شويه تفاصيل كانت مهمه لي. بالنسبه بتحس انه شوي لو كانت مش سي في او لو كانت مش لكان اسهل على الممثل يعني، بس التمثيل في النهايه هو مغامره يعني، هو البحث عن الصعب. هذا ابني كمان اسمه؟ لا، بس بعرف انك ما رح تقضي معه. بتعرفي ليش؟ لانك رح تكون مرمي بالسجن. شفتي؟ انت بتعرفي بس اللي بدك اياه. وشو هو اللي لازم اعرفه؟ لو حكيت لك ما رح تصدقي. شادي، احكي لنا عن دورك بفيلم اسماعيل. دوري كان كوني انا بحكي لغه عبري كويس، لاني عشت بفلسطين فتره منيحه، فكان دوري هو جندي اسرائيلي. هون استغليت اللغه، وكانت برضه نوع من الانتقام، انه انت بتشوف دائما اليهود وهوليوود بيعملوا افلام بيطلعوا لك فيها الفلسطيني انه الارهابي، بيطلعوا لك العربي انه العاطل. فهون لما نجي احنا في فيلم انه نقدر نورجي شو اللؤم تبع الكيان الكيان الاسرائيلي او الجيش الاحتلال تبعهم، فهاي بتكون فرصه انه الواحد يرد يعبر عن شيء هو جانب من المرآة الناس ما بتشوفه بالمرة. كنت عايش في الخليل، درست في رام الله واشتغلت في يافا، فعاشرت الانتفاضتين وشفت بالضبط كيف بتصرف جيش الاحتلال، حتى كيف ردود فعلهم لهم على كل شيء. معنا المخرج الأردني أصيل منصور، مخرج الفيلم الأردني على مد البصر. أصيل كيفك؟ أهلا، كيفك؟ تمام. احكي لنا شوي عن الفيلم. على مد البصر هو فيلم من نوع دراما تشويق، بحكي قصة ليلى اللي هي بنت متجوزة جديد، عمرها في منتصف العشرينات، ساكنة في ضاحية من ضواحي عمان. ليلة من الليالي بيكون جوزها مسافر، هي ساكنة على الدور الأول، بتسمع الألارم تبع سيارتها برن، فبتركض على البلكونة بتطلع بتشوف في لص عم بحاول يسرق السيارة. بتتذكر إنه في إشي في السيارة كتير بهمها وممكن يعرض حياتها للخطر، فأول إشي بخطر في بالها إنها تروح تجيب مسدس من الدرج تبعها. فجيب مسدس، توقف على البلكونة، وبيكونوا هم لصين، واحد فيهم بنجح بأنه يسرق السيارة وبضل فيه لص قدامها. فبصير في عندها مواجهة غريبة، هي حاملة مسدس واقف على البلكونة وهو واقف في الشارع، فهي حاشرته وهو ما بقدر يتحرك، بس بنفس الوقت هي ما بتقدر تتحرك لأنه لو دخلت جوا راح يهرب، فلازم يضل يعني على مد بصرها خلال الفيلم كله، أو in her line of sight زي ما حكوا بالإنجليزي. هي قصة خيالية تماما، بس بتعرف انت كيف القصص احنا بنكتبها، بصير موقف معين، موقف صغير يمكن يشبه القصة ب1%،
فاحنا بنمسكه بنبلش نعقد فيه ونعقد فيه ونعقد فيه. يعني الحكاية صارت مع منتجة الفيلم، حكت ليها مرة كانت على الدور السادس في فرنسا، هي فرنسية، وسمعت ناس عم بيحاولوا يسرقوا السكوتر تبعها، فطلت من الشباك صرخت عليهم هربوا. فأنا بفكر طب إذا ما هربوا، إذا ضلوا حاولوا يسرقوها بالوقت اللي بتكون نزلت لهم بيكونوا سرقوها وفلوا، فالطريقة الوحيدة انها تحشرهم انه يكون معهم. وبلشت تتطور، اعقد الامور في بالي لحد ما وصلت لسيتويشن حسيت ممكن يكون في مادة فيلمية منيحة. كيف كان تعاونك مع مخرج الفيلم أصيل منصور؟ بصراحة التعاون يعني كثير مثمر. أصيل هاي تجربته الثانية، عنده كمان تجربة وثائقية. احنا اشتغلنا مروفات قبل العمل مع المخرج، وقعدنا مع الممثلة نادي عودة، كمان قعدنا يمكن تقريبا 11 بروفة. يعني كل هذا الحوار اللي شوي مبين تلقائي هو نتيجة بروفات، واكيد المخرج ما فرض هاي شخصيته المسيطرة دائما زي ما نعرف، لا كان كتير مطواع وكتير يحب الاقتراحات وساعدنا صراحة. طبعا احنا بداية عم نحاول نستقطب الجمهور الاردني، يعني الفعالية بشكل عام هي للجمهور الاردني، لكن في عنا فرصة انه الافلام مترجمة جميعها للغة الانجليزية، وزي ما نعرف هنا يمكن الانجليزي هو اللغة الثانية في عمان او في الاردن هنا، وفي كتير ناس من متكلمين اللغة الانجليزية فبرضو عم نوصل لهم. فالجمهور يمكن مخلوط بين الاردنيين اللي بحبوا يحضروا السينما وارضا الاجانب اللي موجودين على ارض الوطن كمان. تعرفنا على حالك؟ صفوان حدادين. صفوان كيفك؟ تمام نشكر الله. خبرني شو جاي تحضر؟ جيت حضرت فيلمين، هم كانوا واحد عن إسماعيل، عن حياة الممثل الفنان إسماعيل شموط، والثاني كان على اسم الفيلم على مد النظر. قولي عن هلأ احنا ضدنا إسماعيل، فقولي شو رأيك بهذا الفيلم؟ فيلم كتير حلو، بحكي لك عن حياة الفنانين، إنها مش بالضرورة دائما بتطلع من يعني أول فنان بيطلع دائما من بيئة معينة، يعني في بيئات مختلفة بتطلع، مرات من بيئات صعبة يعني بتكون حياته شوي أو ظروفه قاسية بتكون. طيب شكرا، هلا احنا رح نحضر احنا وياك على مد النظر. ثانك يو لك. شكرا لك.